ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هو الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار، وخلق حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ جبريل من عدم وكبر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا ليكون للرسالة ختم. خلقت عيسى عليه السلام من غير أب، وعلمت سليمان منطق الطير التي تأكله الحب، ودفعت عن مريم العذراء التي طعنت في شرفها بالقصف والسب، وأهلكت فرعون الذي دعا أنه الرب، وأحببت الحبيب حب ليس بعده حب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها السادة، عود كريم طيب مبارك بعد السور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، والتي يشرف فيها تلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ محمد بيومي مرعي، المقرن المقيم والمعروف بمركز ومدينة البابور. سائلين المولى عز وجل للقارئ التوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوا
قالوه أول ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد
وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا أنا يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكن يا سدى لكل شيء في الدنيا له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى الكلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله والتي رتلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ محمد بيومي مرعي المكرم المقيم والمعروف بمركز ومدينة الباجور. نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية الفاخرة وكسرة من قصور الضيافة المتنكلة على مستوى الجمهورية والتي تطلب دائما من إدارة المتوكل على الله عمرو عبد الصبور ببيت الوسطى. أيها السادة سعيكم مشكور جميعاً.